في نبأ عاجل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بإخلاء مقر مكتب القناة في قطاع غزة. يأتي ذلك بعد مطالبات من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، هذا وقد سمع دوي انفجارات في محيط المبنى وصفارات الإنذار، وحملت قناة القاهرة الإخبارية سلطة الاحتلال مسؤولية سلامة كافة أطقم عمل القناة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما نتابع مشاهدينا معكم على الهواء مباشرة دوي صفارات الإنذار وسحب الدخان المتصاعدة من قطاع غزة، كما يبدو في الشاشة الواضحة أمام حضراتكم ما زال القصف مستمر على قطاع غزة. نسمع سويا دوي صفارات الإنذار ونشاهد معا سحب الدخان المتطايرة في سماء غزة. هذا وما زلنا نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية والمستمرة لهذا القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.